الله 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 الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ونبيه وحبيبه وصفيه، فاللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين إذا ما جاء النصف من شعبان أن يصوموا حتى يدخل رمضان، فإذا جاءت الجمعة القادمة فإن النبي ينهاكم عن الصيام حتى دخول رمضان، إلا من كانت له عادة سائرة قبل ذلك بصيام الاثنين والخميس أو بشيء من هذا، وإلا من كان عليه أو كانت عليها أيام قضاء لم تقضها أو لم يقضها فإنه يقضيها في النصف الثاني من شعبان، ولا بأس بذلك لأن هذا أمر مفروض يجب أن نلتفت إليه. نهانا ونحن لسنا أصحاب عادة بالصيام، فيجب علينا أن نفطر قبل رمضان بأسبوعين.